السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم على لاب سيشن 7 اللي هي اكسبيرمنت رقم 7 عندنا، اللي هي بارت 2. يعني احنا هنتكلم فيها على تاني، او هنتكلم تاني زي المره اللي فاتت، على مجموعه من اللوجيك فانكشنز اللي نقدر نعملها ديزاين باستخدام البيك 16 اف 84. النهارده هنتكلم على السبتراكشن فانكشن. الاوبجكتيف بتاعنا يا جماعه نتعلم ازاي نديزاين السبتراكشن فانكشن، او ازاي نعمل سبتراكشن فانكشن باستخدام بيك 16 اف. زي ما اتفقنا قبل كده، فالمشكلة عندنا ان عندي 2 بورتس بس، واحد منهم بيكون محجوز للاوتبوت، وبالتالي فاحنا هندخل الاثنين انبوتس او 2 اوبرانس بتوعي بتوع اللوجيك فانكشن بتاعتي على بورت واحد، وعايزين نتعلم ازاي نفصلهم عن بعض. وهنسيميليت الكلام ده باستخدام البروتوس، وهنعمل له بروجرامنج، او هنبروجرام البيك. هنتعلم ازاي بنبروجرام البيك بتاعتنا باستخدام البروجرامر بتاعنا. خطوات التجربة او اللي احنا هنعمله في التجربة دي في الكود بتاعنا يا شباب، ممكن نلخصه في ان احنا اول حاجه هنقرا رقمين عن طريق بورت بي، عشان كده بورت بي هو الانبوت بتاعي. بعد كده هاخد الرقمين دول واحطهم في 2 جنرال بورتس ريجستر، هعرفهم، هعرف واحده احط فيها الرقم الاولاني، وريجستر تاني احط فيها الرقم التاني. بعد كده هنطرح الرقمين دول من بعض، هنطرح رقم 1 ناقص رقم 2 اللي هو الرقم الاولاني ناقص الرقم التاني، ونحطهم في الاوتبوت او الديسبلاي الكلام ده على البورت اللي اسمه بورت اي او الاوتبوت. بالنسبه للسيركت ديزاين بتاعتنا يا شباب، فاحنا عندنا بورت A متوصل عليها 7 سيجمنت ديسبلاي. 7 سيجمنت ديسبلاي عشان تعرض نتيجه السبتراكشن او الديفرنس ما بين الرقم الاولاني او الفيرست نمبر ناقص الرقم الثاني ناقص السكند نمبر. خلينا بالنا من هنا يا جماعه، فانا حاطط الارقام بتاعتي، الرقم ده هو رقم 6، والرقم ده هو رقم الرقم ده هو رقم 5، والرقم ده هو رقم 3، ده بالباينري يعني. فعشان كده الاوتبوت اللي طالع عندي هو 2، او الفرق ما بين 5 ناقص 5 ناقص 3، فيرست نمبر ناقص سكند نمبر. بالنسبه للتولز اللي هنشتغل بيها، احنا هنشتغل بالام بي لاب سوفت وير، وهنشتغل بالبروتوس نعمل سيميليشن، وبعد كده هنتعلم ازاي بنعمل بروجرامنج للبيت باستخدام الكيو ال 2006 بروجرامر، او استخدام السوفت وير بتاع كيو ال 2006 بروجرامر. تعالوا يا جماعه نبص على الام بي لاب بتاعي، او الكود المكتوب على الام بي لاب. اول حاجه يا جماعه، زي ما اتفقنا الدايركتيفز اللي موجوده عندي في الاول خالص دي، اول حاجه هو الانكلود بتاع البيك بتاعتي، وده اتعلمنا بنجيبه قبل كده كتير قوي من الكونفيجريشن بيتس بتاعه البرنامج اللي اسمه ام بي لاب. وبعدين الريسيت فيكتور، وبعد كده نبدا نخش في المين بروجرام بتاعنا من اول ستارت. اول حاجه عندي هنا يا جماعه، انا بعرف البورت بتاعي، او بحط واحد في بنك في ار بي 0 او في البيت رقم 5 من الستيتس ريجستر، يعني بروح اعرف البورتس بتاعتي. فعشان كده بشاور على بنك واحد اللي موجود جوه منها تراي ستيت ريجسترز، اللي انا احط اف اف ده اللي هو رقم 8 وحايد 3 4 5 6 7 8 8 وحايد، احطه في تراي ستيت بي. طالما حاطين في تراي ستيت بي 8 وحايد، يبقى كده انا عرفت بورت بي كله كان هو انبوت. وبعد كده هنقل على الوركينج ريجستر رقم 8 اصفار، وهنقل الرقم اللي هو 8 اصفار ده على تراي ستيت اي، وده معناه ان بورت اي كله تعرف كاوتبوت. بعد كده رجعت تاني يا جماعه على البنك، عن طريق ان انا حطيت صفر وعملت كلير لبيت رقم 5 في الستيتس ريجستر. بعدين عرفت 2 جنرال بيربس ريجسترز اللي هم الادريسيز بتوعهم هو 11 و12 بالهكسا ديسيمال، واحده سميتها ميموري 1 واحده سميتها ميموري 2، ودول الاثنين الجنرال بيربس ريجستر اللي احط فيهم الرقمين بتوعي. نبدا في المين بروجرام. اول حاجه يا شباب، انا خدت الداتا اللي على بورت بي، خدت البورت كله اللي هو رقمين كلهم على بعض، الرقم الاولاني والثاني، ونقلته على الوركينج ريجستر. فعملت موف اف البورت بي، والديستنيشن بتاعي 0، يعني الديستنيشن بتاعي هو الوركينج ريجستر. بعدين عملت ماسك يا جماعه، عملت ماسك للرقم اللي موجود عندي في الوركينج ريجستر مع 4 اصفار في الموست سيجنيفيكانت، يعني لغيت الموست سيجنيفيكانت، و4 وحايد في الليست، يعني عديت الليست سيجنيفيكانت بيتس بس. يعني انا كده خليت في الوركينج ريجستر هو الرقم الاولاني بس،
وبعد كده رحت ناقل الرقم الاولاني ده على ميموري واحد. بعد كده رحت عايد نفس الكلام تاني يا جماعه، نقلت البورت بي على الوركينج ريجستر السطر ده، وبعد كده عملت له ماسك مع اف وزيرو. وهنا يا جماعه لو ناخد بالنا كده، الوركينج ريجستر هي مش رقم 2، الوركينج ريجستر دلوقتي بقت عباره عن رقم 2 وقبل منه 1 2 3 4 اصفار، اللي هم الليست سيجنيفيكانت بيتس اللي انا شلتهم عن طريق الماسك ده. يعني انا عديت رقم 2 حطيته في الوركينج ريجستر بس مش موجود في البيتس الاولانيه، موجود في الموست سيجنيفيكانت. يعني لو انا كان عندي رقم 2 ده عباره عن 1، يعني عندي 1 في الليست سيجنيفيكانت بيت في اول بيت خالص في الريجستر، انا دلوقتي عندي 1 في البيت رقم 5، علشان كده محتاجين نعمل سوابنج للرقم ده عشان نرجعه لواحد تاني. قبل ما اعمل سوابنج نقلت الوركينج ريجستر للميموري اللي انا معرفها في الاول، اللي هي ميموري 2 دي، بقى جوه منها نفس الرقم اللي موجود في الوركينج ريجستر ده اللي هو الرقم الثاني نمبر 2 وقبليه 4 اصفار. بعدين يا جماعه عملت سواب، السواب ده بياخد الاربعه ديجيتس دول يحطهم في الاول وياخد الاربعه ديجيتس دول يحطهم في الاخر. فانا عملت سوابنج للميموري، يعني ظبطت الميموري 2 وخليت الديستنيشن بتاعي هو الوركينج ريجستر. السطر اللي بعد كده يا جماعه بعمل سبتراكت ال دبليو اف، ده بيطرح الاف ناقص الدبليو، فهو خد الميموري واحد اللي هو فيه نمبر رقم 1، وبعد كده طرح منها الوركينج ريجستر او الدبليو اللي هو فيه نمبر رقم 2 دلوقتي، وحط الديستنيشن في الوركينج ريجستر بتاعه. يعني كده الوركينج ريجستر بقى فيها الرقم الاولاني ناقص الرقم. اخر خطوه عندي في المين بروجرام ان انا نقلت الوركينج ريجستر لبورت A، يعني نقلت الاوتبوت بتاعي او عملت له ديسبلاي على بورت A. بعد كده عملت جو تو مين، رجعت تاني للمين انفذ الخطوات دي من جديد علشان لما اغير الانبوتس الاوتبوت بتاعي يتغير بيريودك. واخر حاجه الاند بتاع البروجرام بتاعي، كده البرنامج بتاعي بقى كامل. زي ما عملنا قبل كده يا جماعه في التجارب اللي فاتت، اول حاجه بعد ما نكتب البرنامج بنعمل كلين، بيدور على الايرورز، ولما يلاقيش ايرورز هو بيقدر يعمل بيلد او بيحول لي الكود ده لهكسا ديسيمال فايل ومديني ده الديستنيشن بتاع الفايل بتاعي. فانا هاخد الديستنيشن بتاعه، هو بيقول لي ان الكود تقدر تعمل له لودنج من الديستنيشن ده، فانا هاخد الديستنيشن دي كوبي، وبعدين اقدر اروح افتح الديستنيشن بتاعتي دي من عن طريق اي صفحه براوزر. بعدين اقدر افتح الديستنيشن دي عن طريق اي صفحه براوزر عشان اقدر احطها في البروتس او في السيميوليشن بتاعي. تعالوا نشوف الكلام ده. احنا يا شباب لما بنفتح اي صفحه براوزر عندنا نحط فيها الديستنيشن ده، هنلاقي فيه فايل هيكساديسيمال، ده هو البرنامج اللي احنا عملناه. لو حبينا نفتح البرنامج ده نبص عليه نقدر نفتحه باستخدام النوت باد، فهنلاقي جوه منه في مجموعه ارقام مكتوبه بالهيكساديسيمال. دي هي البرنامج بتاعي مكتوب بالماشين لانجوج او هو مكتوب بالهيكساديسيمال، والبروجرامر لما يجي يحرقها على البيك بيحولها الماشين لانجوج، يعني بيحولها الوحيد لوحيد يا اما اصفار. مفروض بنفتح بعد كده البروتوس سيميليشن بتاعي، ومن البروتوس سيميليشن ده بنبدا شباب بنبدا نعمل لودنج للفايل اللي احنا لسه عاملين له بيلدنج دلوقتي. نفتح البروجرام فايل ونختار الكود اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي ونعمل له اوبن. يبقى انا كده عملت لودنج للكود على البكايه نفسها بعد ما رسمت السيركت بتاعتي زي التجربه اللي فاتت بالظبط. ونقدر نعمل ران او نعمل سيميوليشن ونشوف هو بيطرح ولا لا. لو دخلنا مثلا رقم 3 على الرقم الاولاني ناقص 1 المفروض الريزلت تطلع 2، ناقص 2 المفروض الريزلت تطلع 1، ناقص 3 المفروض الريزلت تطلع 0. لو دخلنا رقم 4 ناقص 2 المفروض الريزلت تطلع 2، وكده البرنامج بتاعنا شغال تمام وتاكدت ان هو شغال زي ما انا عايز. بعد ما بتاكد ان البرنامج بتاعي شغال زي ما هو عايز يا شباب، المفروض بفتح البروجرامر اللي احنا هنحرق بيه البكايه او هنبرمج بيه البكايه اللي هو الكيو ال 2006 بروجرامر البرنامج بتاعها.
اللي هو شكله عامل كده، وبعدين نروح نعمل لودنج لفايل الهكسا ديسيمال اللي احنا لسه حارقينه عن طريق ان انا ابراوز الديستنيشن اللي انا ابراوز الديستنيشن اللي انا كنت لسه واصل له من شويه، اللي هو فيه الكود بتاعي build default production. وبعد ما عملت براوز للكود بتاعي يا شباب، بعد ما عملت له لود، هتلاقوا دلوقتي اللي مكتوب عندي هنا هو نفس البرنامج اللي احنا كنا فاتحينه على النوت باد من شويه، بس بالهكساديسيمال او بالداتا اللي اتحط على البكايه. نختار بعد كده التشبايه اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي 16F84A، واول ما بنختار التشبايه بيوضح لي المكان اللي بحط فيه التشبايه على البروجرامر عشان تبدا تتحرق، فبروح مركب التشبايه على البروجرامر في نفس المكان اللي مرسوم قدامنا ده، وبعدين بندوس بروجرام. انا عشان مش البروجرامر مش متوصل عندي، هو بيطلع لي ايرور، بس احنا اول ما بندوس بروجرام بيبدا يحرق البرنامج ده. وبعد كده في مكان كلمه كوميونيكيشن فيلد دي بيحط قال لي ان البروجرامينج سكسسفول، ونقدر نعمل لود للبرنامج او نقدر نقرا البرنامج اللي موجود على البكايه وهي في نفس وضعها عشان نتاكد ان هو ان البرنامج او ان البك اتبرمجت مظبوط، ان احنا عن طريق ان احنا بنفصل البكايه وبعد كده بنوصلها تاني وبندوس على ريد، فبيقرا البرنامج اللي موجود على البيك دلوقتي، نتاكد ان هو نفس البرنامج اللي احنا لسه عاملينه. وكده يبقى برمجنا البيك، نقدر نوصل الهاردوير بتاعنا ونشغل الابلكيشن بتاعنا او نشغل البرنامج ده هاردوير. ودي يا جماعه اكسبيرمنت رقم 7 كده، تمام. شكرا جزيلا.